السلام عليكم، كيفكم؟ طمنا عنكم، ان شاء الله بخير. اليوم جانا لكم مقطع جديد وتحديث جديد للعبه كار دريفنج اونلاين، لعبه سيارات عالم مفتوح اونلاين اوف لاين، تنزل حاليا فقط على اجهزه الاندرويد، ورابط تحميلها بتلاقوا بصندوق الوصف. طبعا يا جماعه الخير، التحديث هو 1.2 مثل ما شفنا قدامكم. هي قامت التحديث، ضافوا لنا اول شيء 3 سيارات على اللعبه مثل ما شايفين. اول سياره هي من نوع مازدا على ما اظن، السياره الثانيه هي لا اما من نوع نيسان او تويوتا، ف انا هيك خيال لي، هلا راح نشوفها. على كل حال، طبعا اخر سياره واللي هي التويوتا السوبرا. بالنسبه للاضافات الثانيه يا جماعه، اضافوا لنا اول شيء اضافه مثل عالم مفتوح على ما اظن، الثانيه يا جماعه دلونا على الواجهه الرئيسيه تبع اللعبه، يعني يمكن التحكم وهيك، ثلاثه صار بامكانك تختار السيرفر اللي بدك اياه عن طريق البحث، رابع يا جماعه الخير اضافوا لنا كمان اصوات جديده على السيارات، وكمان صار بامكانك تختار حساب المسافات مثل بالكيلومتر او بالميل، وطبعا اضافوا لنا مهمات جديده على ما اظن، وصار بامكانك كانك تتخطى المهمات يلي بتظهر لك. واخر شيء يا جماعه اصلاحات عامه للعبه. فمثل ما شفنا قدامكم راح نروح مباشره لقسم الجراج نشوف السيارات. وطبعا يا جماعه اهم شيء صلوا على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. بترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. فبدايه يا جماعه راح نحط اول شيء الديلر، نروح مباشره نشوف السيارات. طبعا مثل ما شايفين في عندنا هي السياره، لان طبعا فيها كميه كبيره من السيارات الحلوين. طبعا اول سياره يا جماعه واللي هي هي مثل ما شايفين نوع مازدا على ما اظن، يعني بيعرف اي موديل اكتبنا في التعليقات. سياره حلوه لا باس فيها، حقها 80,000. بالنسبه للسياره الثانيه والله هي على ما اظن طلعت سوبارو يمكن يا جماعه، والله انا خيل لي على التويوتا او على نيسان، من بعيد هيك فكرت نيسان. فمبدئيا مثل ما شايفين على ما اظن هي من نوع سوبارو، طبعا حقها 50,000. والسيارة الثالثة واللي هي السوبرا يا جماعة الخير مثل ما شفنا قدامكم، طبعا حقها 80,000. بالنسبة للمحركات وما محركات وهدول الأشياء يمكن تقدروا تضيفون من خلال التعديل عليهم وهيك. فمبدئيا رح نحط رجوع بهالشكل ونروح مباشرة على قسم الملتو بلاير لحتى نشوف شو الوضع. نضغط على بلاي مثل ما شايفين في عنا ملتو بلاير، بتضغط عليه بهالشكل. طبعا هون بتختار السيرفر بدك اياه، طبعا سابقا كان نفس الشيء بس ما بعرف شو اللي تغير. فعلى ما اظن تعدل او تحدث السيستم بشكل اكبر من هيك يمكن. فخلونا نروح مباشره على هوست، هون بامكانك تعمل روم خاصه فيك. طبعا مثل ما شايفين في عنا فري بلاي وفي عنا روش هور مثل ما شايفين. فهذا الروش هور ما بعرف شو هو بالضبط، فخلونا ندخل نشوفه. على ما اظن هو عباره عن مكان بتقدر يعني مثل تختم مهمات فيه او هيك. طيب مثل ما شايفين قدامكم، عرفت 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 شو هذا يا جماعه، هذا عباره عن مكان بتفحط فيه يمكن، او بتساوي هيك فيه مثل مهارات وهيك شغلات مثل ما شايفين. بس بدنا حندخل معنا لحتى تقدروا تشتغلوا فيه. لهذا بتنزل لهون على الساحه وبصير بتخبطوا بعض يمكن او هيك شيء. فهي هي الاضافه الاولى. خلونا نحط رجوع يا جماعه على المنيو، خلونا ندخل على الملتو بلاير، نرجع نشوف لنا شيء روم مفتوحه مثلا، ندخل على هدول فري بلاي مثل ما شايفين، عالم مفتوح هيك لايب حر. طبعا مع الاسف لحد الان ما بتنزل على الايفون، ما بعرف شو السبب، فان شاء الله بيضيفونها على الايفون بالايام القادمه. مثل ما شايفين فتحة اللعبة حاليا يا جماعة، انا مزبط بيتي بهالشكل، رح اورجيكم اياه. ندخل لهون يا معلم، تفتح الباب لحظة، تفتح الباب تدخل على البيت، شوفوا على التصميم يا جماعة، لحظة نورجيكم اياه. هذا البيت تبعي شايفين، لو ضيفونا مثلا اشياء نقدر نعملها مثلا تاكل تشرب، هدول الاشياء تفتح البراد تاكل وهيك، فبتطلع اضافات كتير حلوة. مثل ما شايفين بيتي هون غرفتين، او بدك تعتبره غرفة وصالون مثلا. في عنا هون الحمام حيطه، الله يعزكم، مثل ما شايفين بهالشكل، يعني شيء حلو للحياة. بس لو كان يزبطوه بشكل افضل من هيك، يعني تقدر تعمل اشياء تشتغل كذا، فبتطلع اللعبة افضل. مثل ما شايفين سيارتنا هاي شغل، نعطيكم جولة هيك في المكان، اسمعوا لي على الصوت ماخذه. الحقيقة الصوت، هلا الصوت صار افضل من السابق، هيك يعطيك واقعية اكثر، صوت جميل مثل ما شايفين. مثل ما شايفين. طيب تعالوا نعدل على شي سيارة نشوف شو وضع، نعمل هيك
تعال نروح مباشرة نشتري السيارة، نشتري سيارة من السيارات اللي ضافونا يا هون. شو رأيكم بهي يا جماعة؟ أو السوبرا مثلا، تعال نشتري السوبرا. عمل هيك يا معلم، اشتريناها. نروح مباشرة نعدل المحرك، ما في داعي للمحرك، أو نكون تعال نضيف له محرك. هاد 50,000 معلم. اللون يا جماعة شو رأيكم باللون؟ أحمر، أحمر حلو بيطلع عليها بهالشكل. اشتري يا معلم. الجنط يا معلم، تعال نشوف لنا شي جنط يكون هيك مناسب لإلها. شو رأيكم بهاد؟ حلو حلو. طيب نحط له لون أسود، شو رأيكم؟ هيك بطلع حلو، شو رأيكم؟ هاي عملنا له كوبي بيست مثل ما شايفين، اشتريناه. طيب بالنسبة للملصقات ما في داعي لألون، خلونا نحط رجوع. عدلنا عليها، شو رأيكم بهالشكل؟ تعالوا ندخل نجربها مع بعض. طبعا يا جماعة في كتير ناس عم بيقولوا لي انه بدنا لعبة تكون فيها رالي، يكون فيها هيك، تكون شبيهة بلعبة الار تي اتش دي، لعبة محاكي شو اسمه الجبال او هيك، مثل تشبه الرود رانر او سنو رانر. فهي اللعبة فيها هيك شيء يعني، فيها مابات بتقدروا بتطلعوا بتطعسوا وبتطلعوا جبال وما جبال، يعني كتير حلوة للحقيقة. فجربوها وان شاء الله ما راح تندموا. مثل ما شايفين، خلونا نشوف الشكل الداخلي للسيارة. هذا هو الشكل الداخلي، بس لو يزبطوا اللون هيك افضل من هيك، يعني يكون لون زاهي اكثر من هيك تطلع اجمل. تعال نشوف. الله، ربطناه للسيارة. روح كيف الوضع يا شباب؟ وهي مثل ما شفتوا يا جماعة الخير، هذا هو مقطعنا لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. طبعا هذا هو التحديث، فيه إضافات حلوة وبنفس الوقت إصلاحات وتعديلات، فإن شاء الله يكون عجبكم. طبعا يا شباب أهم شيء لا تنسونا من الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل جديد. وبترككم بأمان الله وسلام.